بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم سعيد بودهان، إمام وخطيب وأستاذ في التعليم العتيق. العنوان المداخلة: ترشيد الوقت أو الوقت في حياة المسلم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، إسم المؤمنين إسم المؤمنات. أدنى بدسج الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام البخاري في صحيحه. قارن غذي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. الحادثة هو يتنبهنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنين النعم مهم جدا. النعمة مزوات هي الصحة، والنعمة والسنين هي الفراغ، وبمعنى الوقت. لكن مخفغ السورة ذي الدقائق المعدودات، السورة خير وقت من تعنى الوقت ذي الحياة ومسلم. أحبابي الكرام، خميني نغزع ذي الشرع، نغزع ذي القرآن الكريم، نقار القرآن الكريم السنة النبي صلى الله عليه وسلم، انتف بأنه الوقت غاسي جنني غاسي جن قيمة ذي جن ذي جموينات ذي جن العظمة التمقرنت، إلى درجة أن الله سبحانه وتعالى يزد زير وقت ما يمني يا زدان غي نبه خل قيمة أن الوقت. الوقت مين تعالى؟ الوقت هي ذي الحياة، الوقت هي ذي العمر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذي الحديثة هو يقارن بأنه الطاسن يوذان خسارا النعمة ثن الوقت فيما لا يعنيه. ما معنى المغبون؟ نعمتان مغبون، يعني الطاسن يوذان. ما معنى الإنسان المغبون؟ مغبون هو ذي المصطلح استخدمت ذي التجارة. أمشي لو الإنسان يصغي جنحشت سجن الثمن يغرى يطيح يزنوزات سجن الثمن ويسكوي سجن الثمن يارخص الطاس. والإنسان ويقين أمو وقانس مغبون. كذلك الإنسان يضيع عن الوقت النس فيما لا يعني، لا يعني في أمر دينه ولا في أمر دنياه. النبي صلى الله عليه وسلم قارن قوى الإنسان ونذي الصفة التبذير، إلى درجة أنه يبذر وقته فيما يقتل وقته فيما لا يعني. ولهذا ذي القرآن الكريم انتف الله سبحانه وتعالى يجج والفجر يجج سوى الليل والضحى مرة من والعصر مرة من يذر وقت. أحبابي الكرام، أحبابي الكرام، أنركز غيش الموضوع الوقت ذي شهر رمضان. الخوقان ذي رمضان، رمضان ذي شهر فضيل، ذي شهر ذم قران. الإنسان يخصوا يضيع بول وقت النس ذي شهر رمضان فيما لا يعنيه. ولهذا التوالي ربعاني وداني قارش يلا هاد نصيو ذر مغاب، مين دي غي يصيو ذر مغاب فيما لا يعنيه؟ في الكلام الذي لا يعنيه، في الغيبة، في النميمة. فالإنسان أضاك زخترتين حوايج أحبابي الكرام. الحاج ثم زوات أحبابي الكرام شهر رمضان تغخ مني دي تذف تغنى بي صلى الله عليه وسلم يتنبه الصحابة يقارس أتاكم شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران ويعتق الله فيه سبحانه وتعالى عبيده من النيران. فأحبابي الكرام من يذ التنبيه. كذلك أحبابي الكرام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قارن يوم القيامة قال إنسان ذي التوسق ساخر وقت النس أذي التوسق سا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن وكذلك أيضا أحبابي الكرام وعن علمه ماذا عمل به. كذلك أحبابي الكرام شهر رمضان من زيغا عمار وقت رمضان أثنى عمار بتلاوة القرآن. القرآن الكريم غاسج فضل عظيم، يكفي فضلا لمن يقرأ القرآن الكريم أحباب الكرام أن الله سبحانه وتعالى يذكره إذ كارث سيس منس
يقارن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده. إلى إضافة إلى أنه غاسج الثمرة تمقرنت يكسب الحسنات الطاس من قرأ ألف لام ميم مش حقاس الحسنات غاس 30 حسنة وألف حرف ولام حرف وميم حرف ما مجدن غينا النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من زغن عمار أحبابي الكرام أذكر غصنين الحوايج سذكر الله سبحانه وتعالى الإنسان ويتغزبو ثي خمسته من نواها ويسير بقودان دي شهر رمضان أضي عمار لسان نس أضي عمار سذكر الله سبحانه وتعالى. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصف نينذ كان الله سبحانه وتعالى يوصفه بأنه حي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر كمثل الحي والميت. أحبابي الكرام يجن الحديث يقار ذي النبي صلى الله عليه وسلم يجن الكلمة طمز زيانت ولكن غاس يجن الفضل ضنقران يقارن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين وأن يجعلنا ممن يعمرون أوقاتهم في شهر رمضان بالخير والبركات وقراءة القرآن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.